Le micro-trottoir. لو ميكرو تروتوار، رحبوا برشا بزميلتنا وعد السالمي. اهلا وسهلا ومرحبا بيك وعد. اهلا وسهلا لمنا بكل مستمعي اكسبريس اف ام. موضوعنا لليوم اللي هو التجاره الالكترونيه. التجاره الالكترونيه لمنا كما نعرفوا في السنين الاخرى اللي وليت معناتها زادت اكثر، وتوانسه ولاو يعولوا اكثر على انهم يستعملوا الانترنت باش يشريوا باش يقضيوا المستلزمات نتاعهم بالانترنت. احنا باش يدخل معنا سي لطفي ريحي، رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك. رحبوا بيه، مرحبا سي لطفي. اهلا وسهلا. تحية لمشاهديك ومستمعيك والفريق العامل معك. شكرا لك. إذا سي لطفي ريحي، احنا نستمع شنو قالوا التوانسة في الموضوع هذايا ونرجع نعلقوا عليه. برشا مرات تغشيت الوغ جيفيتو ماكسيموم باش ناخذ حاجه من الانترنت، معناها جو كوموند اون لين مثلا ماكله ديليفري يجي هكاك اي باش واحد نو جامي. لا ما نشريش خاطر غالبا فما غش، البضاعة المعروضة ماهيش البضاعة اللي توصل لك، ما ناخذش ما نشريش. وزيد علاوة عليه حتى نقل البضاعة مثلا 7000 ولا 6000 مجحف باش تثقل على سوم البضاعة، نلقاها معناها ولات السلعة غالية. أنا ما عندي معاه حتى على الإنترنت والدولاب ما ندورش بها، ما عنديش معاه. أنا يمكن شريت شي مرة ما ولا مرتين ماكس هكا. أنا من الناس اللي نحب نمشي ندور على لي بوتيك على الأسواق سيغتو، نحب مثال برشا شواء. الإنترنت ما فيهش برشا شواء، فما اللي يخدموا بالثقة حقيقة ربي. أنا توا اللي ياخذوا من عندهم أولادي سيغتو ولدي مغروم، الحق نتاع ربي عنده توا بريسك يمكن فما 4 سنين ولدي ما يشري كان من الإنترنت. سهل سيرتو الناس اللي عندهم برشا شارج في الخدمة، فما ناس ما عندهاش وسع البال باش تخرج. انا ضد هالفكره هذه، ما نشريش، نشري كان من مس بيديه ونشوف ونحل ونساوم. ما عنديش الثقه الجمله من الانترنت خاطر برشا غش، هي نشري وحدي حاضره ونشوف ونروح نلقاه مغشوش. وعد، فما اللي يشري من الانترنت وفما اللي يقول لك ما نشريش من الانترنت. يقول لك ما عنديش ثقه في اني باش نشري من الانترنت، يخير انه يمشي معنا سور بلاس ويشوف الحاجه اللي باش يشريها ويثبت منها ويشري منها. احنا نرجع مع سي لطفي ريحي، رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك. اذا سي لطفي ريحي، كنت تسمع في تونس شنو قالوا، والاراء تختلف ربما بين اللي يخير انه باش يشري بالانترنت واللي معناتها يرفض الحاجه هذه. هل انه التجاره الالكترونيه ساعه سهلت على التونسي برشا حاجات يعني في السنين الاخرى، وكيفاش نجموا نقيموها معناه؟ هي في الظاهر سهلت، لكن كي نشوفوا نحن التجاره الالكترونيه والتنامي نتاعها والضرر اللي حاصل في بعض المنتوجات ما نقولوش كلها هو ضرر كبير. هي تجاره موازيه في التجاره الالكترونيه، بمعنى ثم عديد المنتوجات مجهول المصدر قاعده تتباع في التجاره الالكترونيه، ثم عديد المنتوجات اللي الجوده نتاعها متدنيه قاعده تتباع في التجاره الالكترونيه. الأخطر من هذا ثم منتوجات اللي هي ماهيش دواء لكن مكمل غذائي، لكن يتباع على أساس إشهار كونه دواء، وبالتالي هذا مخطر ومخطر برشا. نلقاو العديد من الإعلانات اللي يقول لك ينحي لك عديد الأمراض، منها لطف عليكم من داء السمنة وإلا السكر ولا غلظة الدم وإلا العديد من الأمراض، بمعنى كونه يكتب معناتها يقنع المستهلك بكون المنتوج هذا يداويه من عند الامراض، وهذا مخطر ياسر على صحه المستهلك. وبالتالي راهو نعاود ناكدوا كونه الدواء راهو يتعطى بوصفه طبيه، ما يتباعش في التجاره الالكترونيه. الدواء يتعطى من عند الطبيب بوصفه طبيه، وهو اللي يقدر المقادير ويعرف نوعيه الدواء اللي تتعطى في المرض هذاك. هنا زاد في، وهنا نقولوا ثم العديد من المواقع اللي الاف كان ما وصلوش اكثر، اللي هي مواقع التجاره الالكترونيه ما جهود المصدر ما نعرفوش، خاطر الوسائل التواصل الاجتماعي بمجرد يحل صفحه يولي يتاجر يحط لايف ويبدا يتاجر على روحه. هنا زاد كي نطلبوا المستهلك باش اجباري يطلب فاتوره، والفاتوره تكون فيها الرنو نتاع السيد، ما كانش ما ياخذش المنتوج خاطر ما عندوش حتى اي بدايه حجه كون المنتوج هذاك خرج من عند تاجر بالمقاييس التجاره المعروفه باتيندا وغيرها. لازم نبعدوا على المسائل هذه، لازم اجباري يكلف فاتوره من عند السيد اللي وصل له يشوف المنتوج، خاطر المنتوج زاد كيف كيف ينجم يشوفوا حاجه على الانترنت وبعد كي يوصل له حاجه اخرى تلقاه في المقياس نتاع المنتوج كانوا فرارش والا حاجه والا في الوزن والا في نوعيه المنتوج والا في جوده المنتوج. لازم يتاكد من المنتوج قبل ما يخلص السيد. بهذا مزوز يحاول كيفاش اذا كان ما لقاش فاتوره
ما لقاش لا رانو نتاع السيد ما يشريش آليا يقول له بوند ليفريزون واسم الشركه هذه كلها يلزم فيها فاتوره بمقاومه الفاتوره اللي فيها لا رانو وفيها مواصفات وفيها بالتدقيق لدريسة وغيره. سي لطفي ريحي في حال انه يعني السيد اللي باش يقوم بالتوصيل والا الصفحه اللي يعني باش يقوموا بالتوصيل المنتوجات هذيا كان فما رفض والا ما تمش تقديم الفاتوره ولا معناتها اللي باش يشري ما تمكنش من انه باش يطلع على المنتوج اللي خذاه، هل انه التونسي عنده وعي باش مثلا ما يشريش والا في حال انه تعرض الغش ولا غيره فين يتوجه وشنو ينجم يعمل في الحالات هذيا معناتها؟ في الحالة هذه يلزم ما يشريش، يلزم إذا كان ما ثماش فاتورة ما يشريش، وإذا كان ما شافش المنتوج ما يشريش، كيفاش يشري المنتوج راهو شيء معناتها ماهوش معقول، كيفاش ياخذ منتوج أومبالي في شكارة وعليه تذكرة مباراة يقول له تفضل أخي يقول له تفضل هاي الفلوس، ماهيش مقبولة، وبالتالي يلزم يحل المنتوج، يحل المعلب اللي جاه، يشوف المواصفات تاع المنتوج كيف، يشوف فاتوره موجوده ولا هذيك بدايه حج عليه وبينه وبين التاجر. وبالتالي ما ثماش لازم كل ما يشريش خاطر في صوره ما شرا وما لقاش بعد وسائل اثبات الطول تشكي خاطر هي المصلحه الوحيده اللي تخدموا لها بالشكوى وزاره التجاره والاداره الجهويه لوزاره التجاره في كامل تراب الجمهوريه في الولايات باش يثبت يلزم كابتير ديكرون يلزم يشوف السيد هذاك موجود ولا لا وطريقه الخلاص مع تطول الحكايه. نربحوا الوقت هذا الكل يجمع عندك لارانيو نتاعو بلارانيو نجم يتعرفوا وسائل الرقابه يعرفوه السيد وين وكيفاش ونجموا يعيطوا له يعملوا له محضر ولا مخالفه ولا انت والمخالفه اللي عنده. وبالتالي اجباري على المستهلك باش ياخذ المنتوج بفاتوره ويعاين المنتوج. انت كي تمشي للحانوت هو تعاين المنتوج تشوف ويعطيك قبل ما تخلص ويعطيك فاتوره. بالتالي هذا من الاساسيات اللي يلزمنا يكون مستهلك واعي بها. شرط من شروط التجاره هي الفاتوره كيما باش تعطيه فلوس مقابل المنتوج هذاك كيما هو باش يعطيك فاتوره مقابل الفلوس اللي خذاها. واضح. سي لطفي ريحي وين نجموا معناتها نقيموا وين وصلت تونس في التجاره الالكترونيه؟ كما نعرفوا انه بلدان اخرى ربما سجلت تقدم كبير في القطاع هذا، احنا هل انه القطاع هذا مقنن والا فما ربما خطه ولا برامج في انه باش نحسنوا ولا نقننوا القطاع هذا بما معناتها كما نقولوا يعود بالمنفعه سواء للمستهلك للاقتصاد والمؤسسات وغيره؟ مقنن بعدد معناتها بجمله من القوانين لكن الممارسات اللي نشوفوا فيها هي مخله برشا كما شفنا نشوفوا في التجاره موازيه في السوق العاديه زاد كيف في التجاره الالكترونيه ثم الالكترونيه ثم تجاره موازيه كامله وسهله الاخرى تنجم في معناتها تراقبها وتنجم تحجز وتنجم هذه ما تنجمش هذه مجرد صفحه ومن بعد يسكر الصفحه نتاعو يسكر النمرو وتقعد اسهل برشا التجاره من موازيه في التجاره الالكترونيه من التجاره العاديه اللي نشوفوا فيها في الاسواق. وبالتالي يلزمنا يلزم جهاز رقابي في التجاره الالكترونيه باش يكون هو يدخلوا فيه عديد المداخلين خاطر البضاعات المجهوله في المصدر تقع في التجاره الالكترونيه، الجوده المتدنيه تقع في التجاره الالكترونيه، هذا كله يسهل على الناس هذم باش يبيعوا المنتوج خاطر مجرد يحل صفحة في وسائل التواصل الاجتماعي تكون سهلة وبالتالي بعيد على الامبو بعيد على برشا التزامات أخرين. وهنا يلزم زاد كيف المستهلك عشان نقولوا نحن نطلب فاتورة باش يكون تعرف عنده لا نيو ما تعرفوش مش يحلك لايف في منتوج ما ويبدأ يبيع بالقطعة قطعة هذه نمرها كذا وقطعة هذه كذا وهذه سومها كذا ويجي قيد ويجي توصل لك وهكذا الدولة هذا كله تجارة موازية. شكرا لك سي لطفي ريحي رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك، يعطيك الصحه على كل هذه التوضيحات. لبنى اكدنا انه صحيح اكدنا انه مهم ياسر انه المواطن او الانسان اللي باش يشري يثبت من البضاعه اللي باش ياخوها ويطلب زاده فاتوره في الغرض، واذا معناتها تم رفض الطلب نتاعو فانه يمتنع على الاقتناء. واكدنا مسؤوليه المواطن زايده في القطاع هذا التجاره الالكترونيه. واضح. مشكوره جدا وعد سالمي الحوار كامل تلقاه على قناة يوتيوب إكسبريس إف إم. مازلنا مواصلين معكم في الشارع التونسي حتى للحد